السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نلعب ببجي، بس مش موبايل، ببجي الكمبيوتر. يا شباب اللعبة دعس، لعبة صعبة يعني. وين ببجي موبايل وين هاي؟ لا تنسوا تحطوا لايك للمقطع، اشتركوا بالقناة، وخلونا نبدأ. بسم الله، راح نلعب أول جيم، راح نلعبه سولو يعني، راح ندعس. هون اعطينا لك أسلحة أجرب. اللعبة تقريبا يمكن 7 8 يمكن 10 ايام لعبت لحد الان لحالي، وهاي الطاولات اول مرة بشوفهم. والله شكلهم محترفين، وانا راح اندعس انا عارف. تمام يا شباب، اول جيم راح ننزل، والله ما انا عارف. اوكي، راح انزل على البيوت اللي هون، اللي بين روسوك وسكول. تمام، نزلنا هون. سمع صوت سيارة. يا رب لا قاعد سلاح زي العالم والناس. الميني ولا الام كي؟ دقيقة، الام كي. اوكي، ثبات اقل وزي هيك، بس دمج اعلى، فهاته. هذا حيوان اللي في مين يقدر؟ يعني هاي طيارة شفتها أكثر من مرة ولحد الآن ما بعرف إيش بتسوي. هي بتنزل دروب يعني ولا لا؟ ما بعرف. أيوه، M4 حلو. بدل M16 ممتاز. حط هذا هون وحط هذا هون. والله يا إخوان لعبة توتر، هدوء، وما بتعرف الواحد من وين يمكن يطلع لك. عكس ببجي موبايل حرفيا كذا. الصوت مع كاتم، هذا بيطلق كاتم يعني، هو قريب نوعا ما. الله يستر. وما بدي أقبل. ايوه يا اخي موت. ايوه صرت ندمجه 3 طلقات وما مات، بس يلا اهم شيء جبناه. هون المشكلة بهاي اللعبة، لما يصير واحد يطلق عليك صعب تحدد مكانه. بس هو كان يطلق على ناس، فلو رحت هناك ممكن اتورط. ايوه يطلق علي، بس وينه؟ اسح، خلنا نروح اخذ السيارة. حيوان فقع العجال، شايفني رايح على السيارة فقع عجالها. دير، سمع صوت سيارة، في واحد جاي عندي. اوكي، في واحد صار يطلق عليه. هذا قوة، انسى، بس بدي اشوف هذا اللي كان يطلق عليه. اتوقع هو نفسه هذا اللي فقع العجال، عجال السيارة ذيك. وين؟ ها بيطلق علي قاعد. مشكلة مش شايفه، زي ما قلت لك صعب تحدد مكان العدو. نوعا ما يعني، انه او انا لسه نوب باللعبة. وينه؟ والله ما انا شايفه. والله ما انا شايفه يا اخي. دقيقة والله سوي سبكتيت. برا، اول جيم نعتبره تحمية. الجيم اللي بعده شيري شيري ليدي. تمام شباب، يلا بسم الله. الجيم الثاني، هذاك الجيم كان تحمية. اوكي فات بسرعة، هذاك كان تحمية. ركز يا خالد، لا تطلع للعدو قبل ما تعرف مكانه. ركز، تركيز. طيب خلينا ننزل المرة، خلينا ننزل هون بين بوشينكي وسكول. بام 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 بام. خلينا ننزل على البيت هذاك اللي هناك بالزاوية. اوب، بصوت في واحد نزل عندي.
ما بحب هذا السلاح بس يلا احسن من ولا شيء. سامع صوت؟ خلنا نجيبه من فوق. ايوه ما عليكم من الايم يا شباب، ها 46 طلقة بس عشان اقتل واحد. قاعد بلوت يا اخي، استاهل حالك شوي. من وين الجهاف؟ بره جاي علي هيك شوي شوي، حتى صوت ما سمعت له. يلا الجيم الثالث. هاي المرة حاب انزل عند الحاويات بس ان شاء الله يكون خط الطيران قريب. والله ما بعرف بوصل ولا ما بوصل، والله ما بعرف. ما اتوقع بوصل صح؟ اوكي كنسل. خلينا ننزل مش هون، هون عند المستودع. مالك تطلع انت توجهك ايش فيه؟ شو بسوي؟ شو هالميمعة هاي؟ زي ما اتفقنا ننزل هون. بسم الله، خلينا ننزل على جوا الهنجر هذا او المستودع. بس بدي سلاح كويس، الفي اس اس ما بحبه. وانا سمعته دخل البيت، بس سمعت كسر شباك بس ما بعرف اي بيت بالضبط. ايش في هون؟ بسرعه بسرعه روس. هيو اذا انك زلمه تعال طلع زلمه وقتلني. الجيم اللي بعده. هيا يا شباب عشان نلعب بطاقة. يا بسم الله، هالمرة راح انزل هون بروسك. في واحد معي، اثنين. واحد نزل هون، واحد نزل هون، اكلت هواء. وهذا كمان لا حول ولا قوة. عدار عدار عدار، هاي بسرعة يا رب ما يكون لك سلاح ولا هف. لا لا، الجيم اللي بعده. تمام هالمرة خلينا ننزل هون مكان هذا. خلينا ننزل هون بعد ما نلوت هون، بنروح على البيتين هذول، بعدين بنروح لعند الجسر، ويمكن نموت يمكن نظل عايشين الله اعلم. بسم الله يا رب ان شاء الله ما يكون حدا نازل معي. اوكي في واحد نازل معي. لا لا شو نزل بيض. اشهر براه سلاح يا اخوان. اواعي بلاقي تيشيرت. ايوه 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 يا كي ممتاز. الله يستر منه هذا. مش علي صح؟ والله ما بعرف اذا دمجته ولا لا. ايوه مقيم علي الكلب. دمجته دمجته، كانت جاي براسي. ايم اها والله اعطاني طلقة، بس المشكلة الاي كي ما عندي غير 11 طلقة، والشوت جن مدى قريب وبعيد عني شوي. خلينا ننطلق على المكان الثاني. ايوه ممتاز، هاي سيارة خليها لبعدين. اوكي الظل تبعي نقزني. لا لحظة، في طلق، في ناس قدام هناك. ملوت ملوت ملوت. يا رب يا رب يرجع. لا ترجع لا ترجع بليز. زون. اوكي زون قريب. اوكي اوكي مش مشكلة. طيب يلا بسم الله. والله ماني عارف ابوش ولا لا. يلا خنبوش. الصوت لسه قدام. ايوه 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 عند السيارة. يا رب عليك قدامي وادعسه. شكرا راح يدعسني. اوكي تفحيط تفحيط مش وقتك. واو امشي حي. لا ريد زون كمان. واو الفيكتور معي كويس بس بدي على الاقل يعني ريد دوت.
يكون احسن. ايوه وتوني بقول الحمد لله. ويعني ردود ثاني لل اوكي في واحد جاي ولا مو جاي والله ما بعرف. صار يا اخي خلاص يا اخي حل عنا شوي. ايوه سكوب 4 حلو 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 اوكي مدمج وحتى هي ما معي. هيا هيا انسى طنش 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 خليك مطنش ورايح لقدام خليك مصوب. اوكي في ناس قدام هناك انسى 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 حرك مكان ثاني مكان ثاني. والله ماني عارف وين اروح. انا اروح قدام في هناك في بيتين صغار. اوه يا عمي والله سمعت الطلقه جنب اذني. انسى بطلنا بطلنا على الدارين خلينا جوا الزون احسن. انا اروح الدار هاي الحالة هون. ابوي هذا واحد مكبر هيو. اوه يا عمي يا رب بس ما يكون معاه سنايبر. اعطيته طلقه هيك شوت صح كانه هو نفسه اللي دمجني ولا واحد ثاني والله ما بعرف بس هيل هيل. باي الزون وين؟ دايما المكان البيض. اوكي المكان هون كله راح يصير زحف وكمبرة. ايوه اوكي من اللي جابني من وين؟ اي والله شوف الديث كام ثواني. هي شافني. اوكي يا اخي اكزيت تو لوبي. صار لي تقريبا ساعة و40 دقيقة بصور ولحد الان ولا جيم بسعد. لو ان ببجي موبايل كان كله فوز 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 او جيم واحد خسارة. اخ بس يلا مش مشكلة. يلا الجيم اللي بعده نجرب خريطة ثانية. ما بدي ايرانجل. في ايرانجل لحال اوكي وفي راندوم ميرامار بيكندي وديستن وتايجو. ما بعرف هاي الخريطة. طب سان هوك وين؟ خريطة سان هوك هاي فيها زي الغابات والعشب كثير وهيك. طيب خلينا ننزل بكادو انساني منها مستحيل انزلها. لوس ليونيس برضو لا. خلينا انزل هون هيك هون مع انه في ناس راح تنزل معي ممكن. ايش فيه؟ دقيقة انا دخلت دو صاحبي وين؟ طيب اللاعبين 100% طب انا ليش لحالي؟ تمام خلينا ننزل هون نشوف في حدا معنا ان شاء الله. لا 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 يا رب. هون ايش في هون؟ حلو كاتم. اللايت ويت هذا بيعطي اشياء احسن بكثير من الليزر سايت. الليزر سايت بس للهيب فاير والسلاح هذا ما بده هيب فاير. هناك هيك بعيد شكله صح؟ ورا الجبل؟ يا اخي هذا صار له ساعة بيطلق، ما خلص طلق ولسه. اخيرا هيو. شلون ما صبته؟ هيو. يا هو شلون ما بتصيب؟ والله لازم هيت شوت كانت. برا وات؟ اوكي وكار كله ممتاز. خلينا نشوف هذا ايش معه. وام 24 حلو. في واحد هون صح؟ يعني نسمع الصوت. اكثر من واحد. طيب بالنسبة للي هون ولا ما في حدا انا بتهيأ لي؟ لا والله مو بتهيأ لي هيو. أيم علي شايف طرف سلاحي هو صح؟ أيوه والله دوه. أخي ليش يا ربي ليش؟ أوكي بس يا شباب هذا راح يكون المقطع لليوم إن شاء الله يكون عجبكم. مقطع هيك قصير وحلو. أوكي مش هنبحدد إذا حلو ولا لا. المهم إذا عجبكم المقطع لا تنسوا حطوا لايك اشتركوا بالقناة. بس يلا السلام عليكم.